اليوم سنتعلم حول الـ Translation بوردبريس وكيفية القيام بموضوع الـ Translation. وقد يبدو لك أن موضوع الـ Translation أو الترجمة بوردبريس موضوع من الموضوع متقدم أو موضوع لاحق وليس موضوع من الأساسيات، لكنه فعليا من الأساسيات، لأن طريقة كتابة السترينج بوردبريس أو الجمل أو الكلمات ستجدها، يعني سترى مثل هذه الأمور في كل مرة تقرأ فيها كود وردبريس، فمن الأفضل أن تفهم ماذا يعني ذلك قبل أن تستمر. فبالتالي سنبدأ اليوم بإنشاء إضافة جديدة هنا. إذن هذه الإضافات، سننشئ إضافة جديدة سنسميها translation وسنذهب إليها، وكالعادة سنقوم بإنشاء ملف الترانزليشن، هكذا اسمها، كتبتها يعني translation بالاس، كان أفضل أن أكتبها بدون اس لكن لا مشكلة. سأبدأ بترويسة الإضافة، فإذن plugin name name ماذا نسميها؟ LWN translation. و description سنكتب learns about. لماذا أنا أكتب learn about بهذا الشكل؟ لا أعرف حقا. كيف نبدأ بها؟ learns about، أو لا أنا نكتب هكذا about WordPress translation. والنسخة اتفقنا نكتبها بالشكل الطويل هكذا من ثلاثة مقاطع. مؤلف اسمك، والآن الشيء الذي دائما أقول لكم سنتعلم عنه لاحقا، حان الوقت، هذه لاحقا أصبحت الآن. فإذن اليوم سنتعلم عن شيء اسمه text domain. فإذن سأكتب هنا text domain الذي سيكون نفس اسم الإضافة مع داشز، يعني كأنه slug لاسم هذه الإضافة. وأيضا سأكتب هنا domain path، والآن سنتعلم ماذا يعني ذلك، وسأكتب slash languages. جيد، مبدئيا سأعرف مسار الإضافة كالعادة، فإذن define plugin URL، وسيكون لدينا هنا define lwn underscore translations، وسيكون المسار هو plugin their path وثم الفايل بهذا الشكل. وفعليا مباشرة أنا سأقوم بإنكلود فايل للأدمن منيو، لأنني أريد إضافة أدمن منيو اليوم، والفايل سيكون include، سنكتب هنا requires once، وهنا سنكتب lwn translations، وثم dot هنا، وثم سنكتب هنا سنكتب الملف، الملف سأضعه بإنكلود بمجلد جديد اسمه include menu، طبعا اسمه .php، او دعونا نكتب ان هنا اسمه plugin menu، او plugin menu يمكن ان يكون اسم، دعونا نكتب هنا lwn menu. فاذا ما هو الشيء الذي كتبته هنا؟ انا فقط قمت بجمع هذا المسار مع مسار اخر، الان سانشئه. فاذا هنا لدينا هذه البلجن، لا يوجد بها شيء، سانتج ملف جديد اسمه او مجلد جديد اسمه include. موضوع الان، نحن تعلمنا في وقت سابق ان كل شيء خاص بالادمن نضعه بمجلد ادمن، كل شيء خاص بالببليك نضعه بمجلد الببليك. فالان الملفات التي يمكن ان نستخدمها يعني مفيدة، يمكن أن نتضمنها مع الملف الرئيسي، وهي ملفات نوعا ما عامة، فيمكن أن نضعها ضمن الانكلود. انكلود يعني متضمن، يعني المتضمنات، فإذا هذا يمكن أن نضعها ضمن المتضمنات. فبالتالي الملف الذي أريد إنشاؤه هنا بداخل الانكلود هو هذا الملف الذي اسمه lwn-menu. فإذا سنذهب إلى هذه الانكلود، جيد، وسنكتب هنا lwn-menu.php، جيد. ومن هنا فعليا سنقوم بإنشاء المنيو. فإذا بداية سأفتح التاج الـphp بهذا الشكل، عفوا، أريد أن أستخدم أكشن جديدة بوردبريس أو اسم أكشن جديد بوردبريس اسمه admin underscore menu. فإذا admin underscore menu بهذه الأكشن يمكن أن أقوم بريجستر أكشن جديدة موجودة هنا، يعني
عفوا ريجستر منيو جديدة أضعها هنا مثل الإعدادات. مثلا لاحظوا هنا لدينا مثلا هذه الإعدادات قائمة هنا، فمن خلال الأدمن منيو يمكن أن أضع هنا أيضا قائمة أخرى لموضوعي، وتعرفون أن الإضافات دائما يكون لها قائمة، فكيف تم تسجيل هذه القائمة هنا باستخدام أدمن منيو. فإذا هنا سأقوم بإنشاء هنا كول باك translations admin underscore menu callback، وبالنهاية سأقوم بإغلاق هذا، ومن هذا سأقوم بإنشاء function هنا هذا callback، وهذا callback بداخله سأستخدم function اسمه add menu page بهذا الشكل. فالفكرة الآن أننا سنضيف admin menu وسنستخدم الترجمة فيها، هذا الشيء الذي أريد تعليمه اليوم، وأيضا نتعلم كيفية إنشاء admin menu، هذا شيء جيد. فإذا بخصوص الأدمن منيو، هذا function بووردبريس يمكننا من إضافة منيو للقائمة للشريط الجانبي. بداية يجب أن نزود أن اسم صفحة هذا القائمة أين تذهب لأي صفحة، الآن ستروا هذا الشيء، وثم سنزود اسم هذه المنيو التي اسمها هنا. ماذا نريد أن نسميها؟ هل نريد أن نسميها مثلا our plugin أو settings أو ماذا؟ فإذا هذا اسمه هنا يجب أن نزوده، وثم علينا أن نزود من هو الشخص أو ما هي الصلاحية التي ستكون للشخص حتى يستطيع استخدامها. فسنقول أن يمكن أن يقوم بمانج أوبشنز، وإذا كانت هذه النقطة صعبة لا مشكلة لأنني لم أتحدث عنها بالأساسيات، ربما لاحقا نتحدث عنها. ثم سنقوم بكتابة هنا المنيو سلاج، والمنيو سلاج يعني الاسم اللطيف للمنيو الذي تجدونه في الأعلى. فمثلا هذا مثل روابط دائمة، لاحظوا هنا الروابط الدائمة، هذه الصفحة لها هذا السلاج، يمكن أن نعتبرها هكذا، أو الآن ستروا أكثر لأن لا يوجد الآن لدي صفحة، يمكن أن أريكم ما هو السلاج فيها، لكن بشكل عام السلاج سيكون الاسم في الأعلى كيف سيكون. وبالنهاية ماذا تريد أن تكتب في صفحة هذه المنيو؟ فإذا بيج منيو بيج كول باك، جيد. فإذا لنبدأ بالنسبة للتايتل هنا، فأنا بداية سأكتب شيء بسيط، سأكتب مثلا كاستوم admin menu page. بالنسبة للمنيو تايتل سأقول أن my custom plugin هكذا اسمها. بالنسبة للصلاحية هنا سأجعلها manage underscore options. بالنسبة للمنيو سلاج، لاحظ منيو سلاج أيضا عليك أن تضع له بادئة، والسبب أن أكيد سيحدث تضاد إذا وضعتها مثلا أي شيء مثلا settings، فإذا يوجد أكيد صفحة اسمها سيتنج موجودة بووردبريس سيحدث تضارب، فمن الأفضل أنك ماذا تفعل دائما؟ تضيف البادئة الخاصة بك بالسلاج وتكتب مثلا LWN translation my custom plugin هذا السلاج. أما بالنسبة للكول باك فسنضيف نفس الشيء، فإذا LWN هنا نسيت أن أضيف كوما، فإذا نفس الشيء هنا LWN underscore translations my custom plugin. لاحظوا أنا كتبت السلاج بداشز، الكول باك بأندرسكور لأن هذا function، لا يمكن للفانكشن أن يكون اسمه بداشز أو بشرطات قصيرة يعني. فماذا عليك أن تفعل أنت؟ يعني السلاج يمكن أن تضع هكذا بالسلاج لا مشكلة، لكن السلاج الجميل يكون بين كلماته داشز، وبالنسبة للكول باك يجب أن يكون أندرسكور، فانتبه لهذا الموضوع. هنا سأنشئ هذا الكول باك، فذا function سأنشئه، ها هو، وسأكتب هنا فقط عبارة hello my plugin page. فإذا انتهينا، الآن لنحدث ولنرى. طبعا لا يوجد أي شيء بالتأكيد لأن الإضافة غير مفعلة، سنذهب إضافات منصبة ونفعل translation. هل يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ، ولاحظوا أول شيء ظهر معي هنا في الأدنى my custom plugin. أين كانت my custom plugin؟ هذا المنيو تايتل، جيد. وإذا قمت أنا بالنقر عليها أين ذهبت؟ هلو ماي بلوجن بيج، أي ما هذا هلو ماي بلوجن بيج؟ ما هذا؟ هذا فعليا التي كتبتها هنا هلو ماي بلوجن بيج، واضح؟ طيب نكمل بالتايتل بالأعلى،
هذا هو التايتل الذي تجدونه في الأعلى، مكتوب كاستوم أدمن. إذا أردت مثلا أن أراها كاملة بكل بساطة، هنا بهيد الصفحة أبحث عن تايتل، أين هو؟ ها هو تايتل. فإذن التايتل لاحظوا كاستوم أدمن منيو بيج، ما هذا؟ هذه التي كتبتها هنا. والسلاج المنيو سلاج هو هذا، لاحظوا LWN Translation My Custom Plugin الذي هو نفسه هذا. الآن نعود لقصتنا، أن قصة التضارب التي أخبرتكم عنها، أن لاحظوا أعزائي طريقة الووردبريس بتحميل البيجز خاصة بالبلجن. لاحظوا يكتب admin.php ثم إشارة استفهام بيج يساوي، فما بالك لو هذا السلاج الموجود هنا متضار، يعني نفسه قامت إضافة أخرى باستخدامه سيحدث تضارب. فذلك من الأفضل هذا السلاج دائما أن تفعل ماذا؟ أن تضيف له بادئة. فمثلا يعني إذا أضفت أنا هذا السلاج كان custom plugin، أكيد يوجد إضافة وقد تكون منصبة على هذا الموقع لها سلاج custom plugin، يعني أكيد يعني هذا اسم شائع، لكن ما هي نسبة مثلا الذي سيسمي إضافته LWN داش كذا؟ جيد، فهذا السلاج يجب أن يكون له بادئة. فإذا الآن نكمل مع هذا الموضوع. نحن قمنا بإنشاء الآن هذه المنيو وهذا شيء جيد، لكن لاحظوا أنا مثلا أقوم باستخدام ووردبريس باللغة العربية، لكن هذا تظهر باللغة الإنجليزية، وهذا شيء طبيعي لأنني كتبتها باللغة الإنجليزية. لكن ماذا لو أردت مثلا أن أترجمها؟ أريد أن الإضافة الخاصة بي أريدها أن تكون ماذا؟ أن تكون قابلة للترجمة. ف كيف سيتم الترجمة برأيكم برمجيا؟ فكروا بها برمجيا، كيف يمكن لووردبريس أو لأي إضافة أصلا أن تفكر أن هذا السترينج هو سترينج؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني هذا Manage Options هي إمكانية أو صلاحية تعطيها ووردبريس للأشخاص، فإذن هذا يجب أن تكون ثابتة، هذه هي لا تتغير، لا تترجم، هذا لا تترجم، هذا أيضا لا تترجم، اسم الفانكشن. والسلاج لا داعي لترجمة السلاج. أما بالنسبة لهذا فهذا يجب أن تترجم، يعني إذا كنت أستخدم ووردبريس إسباني يجب أن تظهر لي إسبانية، إذا كنت أستخدم ووردبريس تركي يجب أن تظهر لي تركية، لا يجب أن تظهر لي هكذا، لكن أنا كتبتها بالإنجليزية. فلا بد أنك الآن تفكر أن هذا يجب تعليمها تحديدها أنها هي نص قابل للترجمة. كيف يمكن بووردبريس أن نحدد أن هذا قابل للترجمة؟ يعني ننبه نقول له هذا نص يمكن أن يترجم، قابل، لاحظوا أعزائي قابل للترجمة يعني يمكن أن يترجم، أنا لا أقول لك اذهب وترجمه لعشرين لغة، لا، أقول لك أنه قابل للترجمة. كيف ذلك؟ فبكل بساطة بووردبريس ماذا أفعل؟ أكتب بالطريقة التالية، أكتب underscore underscore وأفتح قوس وهذا السترينج كله أضعه هنا، ونفس القصة بهذا، إذن هكذا، وأجلب هذا وأضعه هنا، واضح؟ فإذن المنيو تايتل التي هي في الأعلى وهذا قابل للترجمة. أيضا الحالة هنا بالنسبة لهلو ماي بيج أيضا هي نص قابل للترجمة، لكن سأبقيها لأنني سأتعامل معها، سأكتب أكثر من هلو ماي بيج فسأترجمها في وقتها. لكن بقي شيء آخر، جيد؟ الآن أنا وضعت هذا النص قابل للترجمة، لكن أريد منك أن تفكر أكثر، وهذا أصبحت قابلة، هذه إضافتي أنا التي أنا كتبتها، بمعنى آخر التي أنت كتبتها أيضا، يعني المطور كتبها، هذه إضافتي بشكل خاص ووضعت فيها هذا الشيء، لكن ووردبريس ليس أنا فقط، ليس أنت فقط، ووردبريس كل مطوري الووردبريس نفسه، مطوري إضافات ووردبريس المختلفة، مطوري قوالب ووردبريس. فكيف سيتم التمييز بين أن هذه الإضافة أنا كتبتها بشكل خاص أو أنت كتبتها بشكل خاص أو المطور X Y Z كتبها بشكل خاص؟ فيجب أن أحدد أن هذا السترينج تابع لإضافتي. كيف يمكن أن أحدد ذلك؟ من التكست دومين الذي أنا وضعته هنا، لاحظوا من التكست دومين الذي أنا وضحته هنا أن هذا هو التكست دومين الذي أنا أستخدمه بإضافتي. طبعا هذا التكست دومين أيضا يجب أن يكون، حاول أن يكون شيء مميز، يعني شيء فريد، مميز يعني فريد، يعني لا يمكن لأي شخص أن يكون له نفس الاسم.
لأن ووردبريس فيه مرة أخرى الكثير من الإضافات التي قد يحدث فيها تضارب. فإذا هنا سأحدد أن هذا السترينج تابع لإضافتي من خلال هذا الموضوع، وهنا سأحدد من خلال هذا اسمه التكست تو ميك. جيد، معلومة هامشية، قد تفكر أن مثلا هذا ال LWN translation، أن ربما لماذا أنت تكتبين هكذا، فربما أكتب text domain هكذا وأضيف LWN عفوا translations، وبدلا من أن أكتب بهذه الطريقة، جيد، ماذا أكتب؟ أكتب هنا text domain. خطأ، هذا تفكير خاطئ، فإذا لا يوصي به ووردبريس. فإذا لا تقم بذلك، اكتب التكست دومين في كل مكان يتم في يوجد فيه حاجة لكتابة تكست دومين، لا تستخدم الفاريبلز. فإذا هذه معلومة هامشية لك، أن لا تستخدم الفاريبلز بهذا الخصوص. الآن موضوع آخر، وهذا الموضوع أن كيف سيعرف ووردبريس؟ مرة أخرى نسأل الكثير من الأسئلة، نحن حددنا أن هذا نص قابل للترجمة، حددنا أن هذا تكست دومين خاص بنا، لكن كيف سيعرف ووردبريس أن هذا نص خاص بنا؟ هذا التكست دومين خاص بإضافتنا، وكيف سيحدد الملف الموجودة فيها لترانسليشن إن وجدت؟ ليس بالضرورة أن تكتب لترانسليشن، لكن ضروري أن تحدد أين توجد لترانسليشن. فنحن هنا حددنا بالدومين باث، كتبنا languages، فبالتالي يمكن هنا أن أقوم بماذا؟ بإضافة بإنشاء مجلد اسمه languages، على أساس أن بداخل الآن هذا الملف فارغ طبعا، لا داعي أن تضيف به أي شيء، لكن على أساس أن languages أو الترجمات سيتم وضعها هنا. فإذا واضح؟ فإذا الآن سنكمل الفكرة الثانية أيضا، أن مرة أخرى قلت لك كيف سيعرف ووردبريس أن هذا التكست دومين خاص بنا؟ علينا أن نقوم بريجستر له، علينا أن نقوم بريجستر له من خلال ووردبريس نفسه، من خلال ملف إضافتنا نفسها. كيف ذلك؟ فإذا هنا بالأدنى سأكتب load translations، وهنا سأكتب التالي، سأكتب add، عفوا سأضيف action، سأقوم بload translation عندما يكون يتم تحميل script WordPress بinit hook، وهنا سأكتب lwn translations، وهنا load the translation أو load languages callback. هنا سأأخذ هذا وأقوم بإضافته هنا، وهنا علي أن أقوم بتحديد هذا التكست دومين. فبداية أنا سأكتب function اسمه هذا function WordPress اسمه WordPress plugin text domain، وبداخل هذا يجب أن أحدد التكست دومين الخاص بالماي بلجن، وهو LWN translations الذي هو أيضا حددته في الأعلى. وأيضا هنا سنضيف false، يمكن أن تقرأ عنها لاحقا، وأيضا سنضيف مكان وجود للترانسليشن، ووجود مكان وجود للترانسليشن هو ملف مجلد للبلجنز، عفوا مجلد اللانجوجز أعتقد. فإذا هنا سنكتب در بلجن بيس نيم، فإذا هنا سنكتب فايل، ومن هنا يعني هذا هو المسار الحالي، وهنا سنكتب لانجوجز. إذا بهذه الطريقة نحن فعليا، ما المشكلة؟ نعم هنا لا يوجد إشارة كذا. فإذا بهذه الطريقة نحن قمنا بتحميل ماذا؟ قمنا بتحميل التكست دومين الخاص بنا الذي هو اسمه LWN-translations كما اتفقنا، احرص على عدم التضارب بإضافة بادئة، وقمنا بإضافة مسار المجلد الذي فيه الترانسليشن الذي هو languages. الآن الفكرة الثانية هي أن هذا لماذا أنت كتبتي بهذه الطريقة؟ يوجد ألف طريقة لتحديد المسار الحالي، فيمكن أن تستخدم أيضا هذا في الأعلى البلوجن هذا، تكتب LWN translation وثم تكتب plus languages. يمكن أن تستخدم أيضا هذا مثلا بلوجن كذا وثم languages، ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة. فإذا هذا فقط تقوم بإيجاد الملف الحالي وإضافة languages لهم، مسار الملف الحالي وإضافة languages. سنقوم بالترجمة، كيف نقوم بالترجمة؟ كيف أقوم بترجمة هذا النص القابل للترجمة؟ أين هو هذا؟ بكل بساطة الطريقة الأسهل، هنالك طريقة باستخدام WordPress CLI، لكن CLI يعني command line interface، لكن أنا لا أريد استخدامها لأن ربما لن يكون كلكم لديكم هذه الخاصية، لكن سنثبت إضافة، وأعتقد الخبير بووردبريس أو الذي يستخدم ووردبريس يعرف هذه الإضافة، اسمها Loco Translate، يعني هذه الإضافة قديمة جدا
ومنذ سنوات أنا استخدمتها. طبعا هي قديمة يعني، تم إنشائها بوقت يعني قديم، لكنها هي ما زالت متحدثة، ومع ذلك ما زالت حية يعني هذه الإضافة، ومفيدة، وبنظري هي أهم الإضافات. وثم سنعمل وثم تفعيل. جيد، فإذا هذه هي الإضافة Loco Translate. سنذهب إليها، سنذهب Loco Translate هكذا، ثم تختار الإضافات. فلدينا هذه الإضافة. طبعا إضافتك في يعني عندما تقوم بالتثبيت بالتتبع معي بالخطوات سيظهر لك كهذا الشيء، لن يكون هنالك موجود أي شيء، سيقول لك No Translation Found. فاتبع معي الخطوات الآن كما أقول اتبعها معي. فإذا بداية ستقوم بالنقر على Create Template. خطوة رقم واحد، سيقول هنا قم بإنشائه. فإذا الآن أصبح لدينا Template. دعونا نقوم بإنشاء New Language هنا، وسنختار العربية، وسنختار أن الترانسليشن يجب أن تكون في مكان المؤلف التي هي Languages كذا. فإذا Start Translating. بالفعل الآن أخذ السترينج. فنلاحظ السترينج أخذ custom admin new menu page، وأخذ my custom plugin. فإذا my custom plugin هذا يمكن أن أترجمها الآن. فإذا my custom plugin هنا سأترجمها إضافتي أو إضافة مخصصة، ما رأيكم؟ وثم سنكتب save. أيضا هذا سأترجمها، فإذا هذا سنكتب صفحة الإضافة المخصصة مثلا يعني، وسيف وتحديث. إذا لاحظوا ظهرت الترجمة الآن، وأيضا ظهرت الترجمة في الأعلى، لا لأننا لسنا فيها. إذا الآن ظهرت الترجمة في الأعلى. Hello my plugin لم يتم ترجمتها بسبب، بكل بساطة أنتم تعرفون أنني لم أجعلها نص قابل للترجمة بداية، ولم أضيف لها text domain ولا شيء، وبالتالي WordPress لن ينظر لها كنص قابل للترجمة. الآن سنذهب إلى Languages لنرى ما الشيء الذي حصل. فإذا باللانجوجز انسوا هذه الباك أب التي قام بإنشائها، لا مشكلة. لكن بداية باللانجوج لاحظوا يوجد لدينا شيء اسمه البوت فايل، يوجد لدينا ملف اسمه البو فايل والمو فايل. بخصوص البوت فايل، هو الملف الأساسي، التامبلت الأساسي الذي فيه كل ترانسليشن. فأي لغة الآن تريد أن تنشئ ترانسليشن ماذا ستفعل؟ ستأخذ هذا الملف، ومنه ستقوم بإنشاء ملف بو فايل فيه الذي يمكن ترجمته للغة. مثلا أنا أريد ترجمة هذه الإضافة للغة الهندية، فالشيء الذي سيحدث أنني سأخذ هذا الملف، من هذا الملف سأنشئ ملف خاص باللغة الهندية وسيكون بو فايل. هذا ملف بو فايل سأقوم بالترجمة فيه من الإنجليزية، لأن السترينج الأصلي بالإنجليزية، وثم أترجمها لماذا؟ للهندية. الآن بعد الترجمة الذي سيحدث، سيتم تحويل ملف بو فايل لمو فايل حتى تظهر الترجمة بهذا الشكل. إذا كان ملف مو فايل غير موجود لن تظهر الترجمة. واضح؟ فإذا هذا بخصوص هذا الموضوع. الفكرة أن سنذهب لملف الانكلودز والمنيو، وهنا بداخل المنيو هنا نريد أن نكتب شيء جديد. فلنبدأ. إذن هل أنتم جاهزون لهذا الموضوع؟ سأراجع الشيء فعليا أنا أخبرتكم عنه بوقت سابق بخصوص كيفية طباعة شيء على الشاشة. إن كان HTML طبعا، إذا كنت تتعامل مع PHP و HTML كيف التعامل مع هذا؟ جيد. فهنالك طريقة إيكو، تكتب إيكو، وهنا تكتب مثلا paragraph tag وشيء كهذا أو H1 إلى آخره. لكن أنا سأتعامل مع طريقة أخرى. الطريقة هي كالتالي، هو أن مجرد أنني أغلق PHP وهنا أفتح PHP، بالمنتصف هنا يمكن أن أكتب HTML. لكن قبل أن أبدأ بكتابة HTML يمكن أن أفتح بفر PHP، أنني أريد أن أكتب شيء بالبفر. يمكنك التفكير بالبفر كذاكرة مؤقتة جدا، أريد أن أقوم بشكل مؤقت جدا، أريد أن أضع شيء بذاكرة مؤقتة وثم أمسح هذه الذاكرة وأطبع ما جمعته بهذه الذاكرة على الشاشة مرة واحدة. فهنا سأبدأ بهذه الذاكرة وهنا سأنهيها، وسأأخذ الشيء الذي سأكتبه بها من خلال OB get
clean. Obligate clean يعني خذ الأشياء التي كتبتها بهذا البفر وثم نظف البفر. وبالنهاية يمكن أن أكتب أن أطبع ما في هذا البفر على الشاشة. طيب ماذا أكتب بهذا البفر؟ هنا سأكتب HTML. إذن هذا الشيء الذي سيحدث أن هنا سأكتب HTML بالداخل هنا لأنني خرجت من الـ PHP من كود الـ PHP. إذن بداية سأكتب dev وأغلق dev. وهنا بالديف سأعطيها class. من classes الموجودة بـ WordPress يمكن أن أستخدمها مثل هذا الكلاس. سأكتب مثلا هنا H2 وأغلق H2. لاحظوا أنا أكتب HTML براحة كبيرة لأنني خرجت من PHP. فهنا أريد مثلا أن أكتب شيء مثلا كذا. الآن سأعدله. وثم نريد أن نكتب هنا paragraph tag. وهنا سنكتب هنا something here. فقط سأعدل كل هذا. فيمكن أن أرتب هذا بهذا الشكل. لم يترتب. نعم دقيقة. إذن يمكن أن أرتب هذا ترتب أو أرتب هكذا. فإذا جيد. فإذا الآن إذا ذهبت إلى الإضافة يفترض أن أرى هذه الأشياء التي كتبتها. لاحظوا هذه H2 وهذا الباراجراف تاج. فإذا الآن يمكن أن أكتب هنا بدلا هذا الكلام أن أكتب فعليا النص الذي أريده، لكن فعليا أنا أريده قابل للترجمة. حتى جعل شيء قابل للترجمة يجب أن يكون ضمن PHP. فبالتالي أنا سأفتح تاج الـ PHP وأغلق تاج الـ PHP. سأقوم بكتابة هذا النص. فإذا سأكتب custom menu page. سأضيف التكست دومين LWN translations وفقط. طيب هل هذا يكفي يا ترى؟ الآن لو قمت أنا بإنتر لاحظوا لم اختفى نهائي. لماذا؟ لأن هذه شيء يجب أن تنتبهوا إليه. هذا لا تقوم فعليا بالطباعة على الشاشة، فقط تقوم بجعل هذا النص قابل للترجمة. إذا أردت أن أطبع أكتب echo مرة أخرى ظهرت. طبعا لا يوجد ترجمة لهذه النقطة، وبالتالي لم تظهر الترجمة لأن لا يوجد ترجمة. إذا كان هنالك ترجمة ستظهر. فهنا مثلا يمكن أن أكتب هكذا، أو يمكن أن أكتب لاحظوا underscore e بدلا e يعني echo هنا، وبالتالي هنا نفس الشيء لا مشكلة. بالنسبة لموضوع الباراجراف أيضا أريد أن أفتح تاج PHP بهذا الشكل، وهنا سأكتب مثلا the page content وأضيف ال LWN translations. وكما اتفقنا هذه لا تعني طباعة، يجب أن أكتب echo. فإذا الآن لو قمت بالتحديث ستظهر هنا the page content. رائع. طيب الآن ظهرت. مثلا هنا لو كتبت مثلا HTML مثلا strong tag وأغلقت strong tag، هل هذا سيجعل هذه strong؟ نعم strong. strong tag تجعل الخط عريض. فبالفعل ظهرت عريض. ممتاز. طيب ماذا لو أردت أنا أن أقوم بسكيبينج للـ HTML؟ لاحظوا كلمة سكيبينج ربما تسمعوها، تسمعوا كلمة سكيبينج كثيرا. وسكيبينج يعني أن عندما تسمع كلمة سكيب يعني اجعله لا يعمل فورا. سكيب HTML اجعل HTML لا تعمل. سكيب جافا سكريبت اجعل جافا سكريبت لا تعمل. فالآن هنا إذا أردت سكيب الـ HTML هنا يمكن أن أكتب هكذا سكيب HTML. الآن هذه الـ strong tag لن تعمل. إذا كانت ماذا يعني لن تعمل؟ يعني يجب أن لا يظهر هذا بخط عريض. فإذا انتر لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث، ظهرت كما هي لم تعمل يعني. فإذا الآن لو كتبت أنا أيضا يوجد escape html بدل أن أكتب echo هكذا، يوجد أيضا escape html underscore echo بهذا الشكل وتحديد نفس الشيء ظهرت. واضح؟ إذا أردت أن أترجم هذه الكلمات فبكل بساطة يجب أن أذهب لوكو ترانسليت البلاجن، والبلاجن التي لدي. فذا مرة أخرى أين هي بلاجن هذا؟ طبعا انتبهوا مرة أخرى، تتبعوا نفس الخطوات التي أقولها. نذهب لإيدا تامبلت ونقوم بالنقر على سينك وثم سيف. سينك يعني المزامنة. ماذا يعني المزامنة؟ يعني أنت تزامن الملفات مع الملفات البي اتش بي الموجودة. هذه اللوكو ماذا ستفعل؟ ستأخذ كل السترينجات التي لها هذا التكست دومين، المعنونة أنها سترينج قابل للترجمة، وأيضا معنونة مع هذا التكست دومين. لو مسحت هذا التكست دومين لوكو لن تستطيع أن تحدد هذه السترينجز. انتهينا. الآن سنذهب إلى
translation مجددا، وهنا edit جيد. لن تظهر الأشياء الجديدة، علي أن أقوم بالنقر على sync مزامنة، والآن ظهرت. إذن الآن the page content سأكتب هنا، سأترجمها محتوى الصفحة، وأيضا هنا لدينا ماذا؟ custom page menu، فإذا صفحتي المخصصة أي شيء يعني، أنا فقط يعني للتوضيح. فإذا save، فإذا الآن لو ذهبت إلى هذه الإضافة سيظهر هذا مترجم، واضح؟ جميل جدا. فإذا لهذه اللحظة نحن انتهينا من موضوع الترانزليشن. السبب أنني أردت أن أجعل الترانزليشن من أساسيات الأساسيات، لأنني أريدك فعليا عندما تكتب الكود الخاص بك وتجد شيء قابل للترجمة أن تعنونه أنه قابل للترجمة، أن تحرص على السكيبينج إذا أردت أن جافا سكريبت لا تعمل أو HTML لا تعمل، وأن تكتب كود جيد من أول مرة. وأيضا إذا قرأت كود ربما ترى هذه الأشياء كثيرة في ووردبريس، فستعرف أن هذه لا تعني شيء، هي فقط أن السترينج قابل للترجمة. وأيضا موضوع التكست دومين، ستجد التكست دومين، فأنت الآن تعرف ماذا يعني التكست دومين، وأنت تعرف ماذا يعني دومين باث، يعني مكان وجود اللانجوجز أو الترانسليشن. واضح؟